من النقاط بسرعه الى تكلمنا على ان كل فريق كانت له مرحله فراغ. نعم. لا بد ان تكون الوداد مرحله فراغ. صحيح. اذا تكلمنا بان فريق الوداد البيضاوي لا يتوفر على دكه بدلاء قويه. نعم. جدا. نعم. وهذا هو الشرط الاساسي لكي تفوز بلقب البطوله. اضافه لذلك الاصابات التي عطلت عدد من اللاعبين اللي هما توابت داخل الفريق، ما نساوش ان عطلت النقاش ذات وقت، صلاح الدين السعيدي، ايضا العمراني بالرابح في مرتين في مباراه معينه. نعم. لم يلعب بخمسه مدافعين، خمسه مدافعين كلهم مصابين. فاعتقد الاصابات وطريقه التغيير ديال التشكيله هو اللي كيخلي ان الوداد ما يكونش بداك الاستقرار في الاداء من خلال كل المباريات. بس جلال الاستاذ بدر الدين بغى يخلعنا حيت عندنا الماتش الاول مع الوداد.